إن أحياء اليوم لذكرى مجازر 8 ماي 1945 لهذه المجازر يهدف بالأساس إلى التصدي لثقافة نسيان مآسي الاستعمار البغيض أو التنكر لتضحيات الأسلاف الأمجاد في سبيل استعادة الحرية والاستقلال. في الأخير أن نتوجه بالتحية والإشادة والتقدير للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، قيادات وأفراد وكل الأسلاك الأمنية على المجهودات التي يبذلونها في كل أنحاء الوطن لصيانة وديعة الشهداء وحفظ أمانة وحماية الحدود.